قررنا اننا نطلع على الساحل ونفكركم بمرايا ونوريكم العيد في مارينا. كلنا فاكرين الجمله بتاعت خد لك فيلا في مرايا. مرايا من اول الكره اللي كانت موجوده في الساحل كانت للاغنياء، بس دلوقتي الوضع اتغير. لسه ناس بتروح هناك ودي بس بنسبه اقل، وده لما ظهرت مارينا. الشكل العام بداية من الشماسة، الحاجة الساقعة، الخدمات، بياع الفريسكة، يعني زي أي شاطئ عادي. الفكرة بقى في لون البحر، النظافة، الراحة، الاستجمام، القراية، النوم. انت فعلا حر، وهتلاقي اللي بيصطاد واللي بيلعب كورة في مكان مخصص ليه عشان ما يضايقش حد. خلص يومك اللذيذ بالليل بقى واقعد على كافيه، شيش، اتعشى، ولادك هتلاقيهم بيلعبوا جنبك. انت شخصيا ممكن تلعب وتتسلى وتتسوق، يعني هتتبسط.